كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا مباراة ضمك والهلال على ارض ضمك وبين جمهوره باذن الله الواحد الاحد فوز ضمك. انا اسف يا جمهور الهلال، والله احبكم، شجعتكم في بطولة اسيا لكن لا الدوري، اتمنى تعثركم عشان بعدها اليوم في مباراة الاتحاد، ان شاء الله الاتحاد يفوز ويتصدر الدوري باذن الواحد الاحد. وكل عام ووطننا الغالي بالف خير، والله يديم علينا الامن والامان ويحفظ لنا الملك سلمان ويحفظ ولي عهده صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان. لايكاتكم واشتراكاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ. الله يستر. شوف يا أخوان، آخر مباراة للهلال تمنيت أن الهلال يفوز، كانت بطولة آسيا والهلال تعثر بالتعادل، والمباراة اللي قبلها كانت من أمام الرياض تمنيت الهلال يخسر وفاز بستة أهداف. الحين لما نتمناهم يخسروا يفوزوا، ولما نتمناهم يفوزوا تعادلوا تعثروا، طب اليوم أنا إيش أسوي؟ أتمنى يفوزوا ولا أتمنى يخسروا؟ أتمنى هم الاثنين، نحاول كذا نسوي خدعة، بس إن شاء الله إن شاء الله يتعثر الهلال. أنا آسف، والله أحبكم الهلالية وأحب جمهور الهلال، بس أي فريق هلال نصر اهلي اي فريق ان شاء الله عيال حرفنا حينافس الاتحاد حاتمنى انه يخسر. كوسمن، انت كنت مدرب الاتحاد وفوزك اليوم على الهلال من مصلحة الاتحاد، اتمنى اليوم تفوز. اوه عبد العزيز البيشي اصابه، يعني حتى هذا لاعب الاتحاد جات اصابه؟ لا لا واضحه واضحه من بدايتها واضحه، شكله الهلال حيفوز. يلا افراده 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 يا اخي حرام عليك والله بلاي، ما ادري كيف طلعها ما شاء الله. نيمار وسالم الدوسري اساسيين. تشكيله الهلال اليوم فيها بعض الغرابه، نيفيز احتياط. ايوه 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 لا اله الا الله مالكم عبد الله. ايوه تشكيله الهلال فيها غرابه يا حبيبي، لو لعبوا بالاحتياط ممكن يفوزوا. ما شاء الله الهلال احتياط وفريق، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا الحين كنت بقول نيفيز احتياط، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، بس ما يفرق ذولا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو نزل واحد من الجمهور كان ممكن يدخل هدف. لا اله الا الله عبد الله، خليك حيادي. والله انا بصير حيادي لكن ما ابغاهم يفوزوا عشان لا يتصدروا، نبغى الاتحاد اليوم يفوز ويتصدر. ما شاء الله يا هلال ما شاء الله، شوف شوف والله ما شاء الله فجرها في الباب. لا مو معقول الثاني. سالم صلي على النبي يا سالم، سالم صلي على النبي وهديها يا سالم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المباراة اللي فاتت أحد أسباب تعثر الهلال بالتعادل عدم وجود سالم الدوسري اللي كانوا يطالبوا برحيل سالم الدوسري من الهلال. شفت شفت سالم الدوسري ما شاء الله كيف قاعد يسوي. أوه أوه طارق حامد شوف هذا التحدي، هذا التحدي. زعلان من مالكم ليه جاب هدف عشان يشيل الصدارة من الاتحاد؟ الله عليك طارق حامد، ممتاز طارق حامد، بس الجبهة طارق حامد الأحمر يعني أكسر، بس خليك حذر هذا بيجيب إصابة لمالكم. واو أوه والله قوية، والله قوية طارق حامد. ليش يجيب هدف مالكم؟ ليش يجيب الصدارة الهلال؟ هيا احذر من طارق حامد، ترى التحدي. ها مشي 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 حلوة، هي هي كيف خلصت الكورة؟ هذا كأنه شاتها فوش، كأنه سلامات سلامات، كأنه يا الله يا ضمك جيب على قد التعادل يا ضمك. شو الكورة؟ أوه الحمد لله الحمد لله، سليم سليم كأنه الحمد لله. لكن التعبيم جرب دفاع ايوه التصيده ياه ايش هذا؟ كيف قاعد يضيع كور كذا؟ الى شايف هذه الكره العرضيه خطيره مرت من الجميع. لا ضمك شكل ما بيفوز، لو انتم حظيتوا هجمات قولوا لي من بدري عشان لا اتحمس، عشان لا اقعد ابني طموح انه الهلال يتعثر والاتحاد يفوز اليوم ويتصدر واحرق قلبي. اذا انتم حظيتوا هجمات زي كذا قولوا لي من بدري عشان لا احرق قلبي. شوف كيف واحد اثنين لاعبين ضيعوا كوره، يلا ان شاء الله الجاي هدف. والله مع انه ذا الحارس الله يستر، بس لا اله الا الله حق والعزه لله. دوبوا اذن اذان المغرب عندنا في مدينه جده، الله يجعلنا مقيمين الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. انصح نفسي وانصحكم بالصلاه، واسال الله ان يوفقنا ويسعدنا سعاده الدارين يا رب العالمين. بالنسبه للهلال هذه محاوله بينيه خطيره، هي هي رجع يا اخي رجع يا اخي. هاي زين خش على كورة يا اخوان، مين يصدق هذا وضع ضمك؟ ضمك اذا انتهت المباراة بهذه النتيجة والهلال فاز، ضمك حيكون مركزه قبل الاخير. مالكم 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 انت دخلت هدف بلا طمع، مالكم انت دخلت هدف. لا 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 الحمد لله الحمد لله. هذا كان سمع كلامي قال طيب ما حدخل، تفضل اني ما ادخل. شو 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 ما شاء الله ثلاث لعيبه ولا عليه، نيمار لوحده كيف سايبين نيمار لوحده ما ادري. الحمد لله انه ما جاء هدف،
صراحة الهلال أي نعم متقدم بنتيجة 1-0 بس ضمك هو اللي قاعد يضغط، ضمك هو اللي قاعد يهاجم. الهلال سجل الهدف وتراجع في الأداء مو طبيعي، مو كأنه الهلال بيحافظ على الصدارة، وهذا مصلحتنا احنا الاتحادية، وإن شاء الله يستمر في الجولة الثانية بهذا الأداء وضمك يجيب التعادل والفوز. أنا آسف يا جمهور الهلال بس والله ما توقعت الأداء هذا كذا يكون، شيء مستغرب مستغرب جدا، وفي تضييع للفرص من ضمك مستغرب منه، يعني الشوط الأول هذا مرة غريب. يلا يا بونو شوت خلاص حينهي الشوط، والله نهار أنا أقول حينهي الشوط. أنت الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 1-0 وهو تقدم بالنتيجة فقط، الأداء صراحة كان ضمك أفضل من الهلال الشوط الأول، والأداء المستغرب جدا من نيمار، نيمار إلى الآن غير مقنع مع الهلال. بإذن الله الشوط الثاني يكون أداء ضمك أفضل بكثير ويجيبوا التعادل أو الفوز. لايكاتكم واشتراكاتكم، أنا أسف جمهور الهلال، إلى أن نبدأ الشوط الثاني. الله يسالم الله يسالم سالم، هو الآن هو المحرك ما شاء الله، ولا كأنه نيمار وجه الملعب. الله عليك يا سالم، سالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعد الأسيست اللي سواه اليوم والهدف اللي جاء، سالم أكثر لاعب في نادي الهلال في دوري المحترفين السعودي مساهمة في الأهداف ب97 هدف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنه يكون عنده 40 أسيست ما شاء الله بأكثر لاعب في الهلال وأكثر لاعب مساهمة في توتال مساهمة وتسجيل ب97، صراحة لاعب ما شاء الله. نيمار نيمار يا نيمار، أنا قاعد أتكلم عن سالم الدوسري وأقول لك إنه سالم الدوسري أحسن منك، وبهذه اللقطة أنت أثبت لي إنه سالم الدوسري فعلاً أحسن منك. أمزح أمزح أمزح، نيمار من أساطير كرة القدم. يلا يا زين يلا يا زين، ما طلعت ما طلعت حكم مشيها، حتى لو طلعت مشيها مشيها حكم. ضمك تبي تستمر وتضيع الأهداف زي الشوط الأول ولا كيف؟ سالم 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 مشروع، يا ربي لك الحمد والشكر يا ربي لك الحمد والشكر، هذه هدف ما فيها مجر، لو ما بيسجلها هدف حتجي هدف، كيف ضاعت ما ادري، والله الحمد لله بس الحمد لله انه ما جات. المشكله الهلال متقدم، حتى لو ما جات الهلال متقدم يعني ايش ورقه ما فرقت. الله يستر الله يستر الله يستر، شكل هدف شكل هدف بس نيمار الله يستر، حيضيعها 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 حيضيعها. قلت لكم قلت لكم هذا اللاعب كل ماله قاعد يثبت لي انه سالم الدوسري احسن منه، اي نعم انه ما شاء الله نيمار لاعب عالمي، بس هل هو سجل في كاس العالم على ابطال كاس العالم اللي هم ميسي ورفاقه؟ لا، سالم الدوسري سجل، مشوا مشوا، سالم الدوسري احسن من نيمار. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، والله ايش هذا يا هو، ما شاء الله ضمك قاعد يضيع اهداف محققة وضاغط اكثر من الهلال واخطر من الهلال في هذه المباراة، ماذا تفعلون يا ضمك؟ خيسوس عصب خيسوس عصب، بينزل ميشيل وسعود عبد الحميد، اخ الله يهديكم يا هلالية انتم ما تزعلوا، بس خيسوس حرك الجهة اليمين، نزل سعود ونزل ميشيل، نزل سعود ونزل ميشيل، والله يستر من هذا التبديلين، الله يستر من هذا التبديلين، الله 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 اكبر ما شاء الله، ورب يبطل يا ضمك ورب رجال. انا شايف انه في الهلال قدام الكورة، قلت يعني بتخدع الهلال انه وتخدع بونو، قلت مستحيل ايش هذا مالكم خرج بونو، والله انك حارس مبدع، بس والله معليش معليش جمهور الهلال، اتمنى اليوم باذن الله فوز ضمك، شايفين شعار الاتحاد؟ ايوه باذن الله اليوم تعثر الهلال وصداره وفوز الاتحاد. ايش هذا؟ نيفيز وخر على الكورة؟ نيفيز دحيطة ولا ايش؟ شوف نيفيز وخر على الكورة، وربنا كريتان نيفيز وربنا كسطورة وربي ابطال، بس هل حيصمدوا؟ هل حيجيبوا تقدم؟ اليوم مستوى الهلال غير مقنع، اليوم الهلال غير جيد، مع انه بدل ودخل ميشيل ودخل سعود عشان يقوي القوة الهجومية، بس الى الان الهلال غير ظاهر، هل تكمل؟ يا رب وباذن الله الاتحاد يفوز ويتصدر، يا رب يا رب تكمل، ورب الرجال يا ضمك. اسف جمهور الهلال، اي لاف يو الهلال، اي لاف يو سالم الدوسري، اي لاف يو كل شيء، واي لاف يو كل جماهير الاندية، هلال اهلي نصر كلكم احبكم، بس باذن الله المصلحة الاولى للاتي. يلا يا رجال يلا يا رجال يلا يا ضمك، واصل الضغط، مشي كورة، اعطي، حكم كرت،
عبد الله لا مو كذا والله انت كذا زودتها بين زودتها اسف يا اخوان حين الخوف الصراحه الهلال فريق ما يستسلم والهلال دائما لعبته الدقائق الاخيره دائما لعبته الدقائق الاخيره فانا خوفي حيستمر هالسيناريو واحد واحد الين الدقيقه 94 93 فجاه كذا الهلال في اخر الدقائق يجي هدف تقدم ويجي ثلاث نقاط لا كذا مره ازعل والله كذا مره احقد ان شاء الله يصير عكس ما اتوقع اضمك تحين يجيب هدف ويجيب الثالث والرابع لا كذا مره صعبه اهم شيء انه يتعثر الهلال لا 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 هذا اوفسايد والله بينه وبين انه اوفسايد لا نيمار كيف ضيع كورته كذا نيمار الى الان شيء غريب عجيب مريب يلا يلا يا رب يا رب يا الله لو جاء ثاني مين كان يتخيل الاغلب كان بيتخيل حيكون فوز سهل للهلال بس ضمك الله عليكم يا الفرسان الله عليكم يا ماما فرسان الجنوب لهم كلمه في هذه المباراه نيكولا يلعب كره يا رب يا الله يا الله كم هدف يا الله شوف الندم والحسرة أي مشجع اتحادي نفس الحسرة هذه كلنا زعلانين ليش ليش يا الله يا الله بونو ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ها مو بونو والله حسب بونو طلعها يلا يا ابطال يلا يا ابطال يا اخوان ما شاء الله تبارك الله قوه الدوري السعودي مين يتخيل ان ضمك ينافس ضمك مع كامل احترامي تجري لي في اخر ترتيب الدوري وما شاء الله منافس للهلال الله 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 ما شاء الله يا بونو بونو ما شاء الله طلع كور مره كثيره خلاص خيسوس يبي يهاجم بكل ما اوتي من قوه سحب مدافع ودخول مهاجم عبد الله الحمدان بدل على البلاهي خلاص الهلال حيهاجم كل ما اوتي من قوه حذاري 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 اخر نص دقيقه تكفى الهلال معروف اخر الدقائق الهلال معروف اخر الدقائق لا لا الله الله يستر الهلال دائما في اخر الدقائق يجيب هدف الله يستر كافو يا حارس يا بطل كافو يا حارس يا بطل خلاص اتمنى ينهي الحكم انهي الحكم 6 دقائق بدل الضايع انتهى 6 دقائق لو سمحت عشان المباراه اللي بعدها الاتحاد يفوز ويجيب نقاط يا رب على الفتح مع انه الفتح صعب ونتصدر يا رب ترجع لنا صداره يا رب الله يستر الله يستر الله اوه 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 سالم الدوسري كان مدخل صدره اوه يا سالم خلاص الحكم انهي انهي حكم يرحم والديك انا اسف يا هلاليه تعثر بالتعادل عشان باذن الله احنا نفوز تخيل بعد كل الاتحاد ما يفوز والله ازعل لا ان شاء الله انهي حكم الحمد لله انا اسف يا هلاليه احبكم احب كل الانديه اللهم لك الحمد تعادل ضمك مع الهلال نيمار صراحه ثاني مباراه لا وجود لنيمار هذا الحاضر الغائب ما كانه في الملعب اليوم صراحه الهلال باكمله اكثر اللاعبين غير موجودين في الملعب باستثناء بونو صراحه بونو اليوم نجم اللقاء وطلع اهداف محققه لضمك هاردك الهلال هذا التعادل وما اقول مبروك احسنتم يا ضمك انكم طلعتوا بنقطه من امام الهلال لايكاتكم واشتراكاتكم السلام عليكم.